أتاه بعض الناس بهجوم الغسل اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا؟ هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على وعلم. قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، والصلاة والسلام على من عليه صلى وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد، عبدك ونبيك ورسولك الشاهد المبشر النذير، الداعي إليك بإذنك السراج المنير، وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد، لقاء متجدد، برنامجكم هل سألوا عبر خامسة القرآن الكريم من الجزائر. هل سألوا برنامجكم اليومي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. معلمنا بإذن الله في هذه الأمسية المباركة صاحب الفضيلة شيخنا أستاذنا البروفيسور الدكتور محمد إويذر مشنان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا وبه. شيخنا محمد، مرحبا بك. أهلا بالدكتور أحمد، كيف الحال؟ لباس، كيف حالكم؟ بخير والله الحمد لله. شيخنا ربي يباركك، مرحبا مرحبا. الجزائر من نصر إلى نصر. كتب الله سبحانه وتعالى على هذه الأرض عنوان النصر، ذلكم أن نصرها بأن جعلها في الأولين من الأمم، وأن نصرها بأن ألحقها بالمسلمين من الأمم، وجعلهم في الآخرين على كتاب الله عز وجل وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نصر الله الجزائر في التاريخ إذ جعل أهلها من العلماء، من الأولياء، من الشهداء. نصر الله سبحانه وتعالى الجزائر بأن جعل فئة من أهلها تخدم أهلها في العلم، بل جعل منهم علماء عالميين. كتب الله سبحانه وتعالى على هذه الأرض الاحتلال الفرنسي، وفيه استفاق الناس وتلاحموا، وجعلوا من جغرافيا هذا البلد وقفا على الشهداء إلى أن يلقوا الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون. من نصر الله على هذه الأرض أن المشاريع تستمر، سواء كانت في السياسة أو الاقتصاد، في الإعلام أو في الثقافة، تستمر في إطار عنوان الشهداء الذين سبقوا وصدقوا في الثورة التحريرية المباركة. ومن بين مشاريعهم قناة القرآن الكريم التي تخدم المرجعية الدينية التي استشهد من أجلها المجاهدون. لأجل ذلكم الجزائر من نصر إلى نصر. شيخنا، شكرا دكتور أحمد. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. تحية طيبة لك ولكل المشاهدين والمشاهدات. الله يحييك. نقول للجميع السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. وأدام الله عز وجل لهذا الوطن عزه، أمين، وسؤدده ومكانته ووحدته، وزاده من الخيرات كلها، أمين، وأبعده عن الشرور والويلات كلها، وجعل هذا الشعب سعيدا في دنياه وسعيدا في أخراه، أمين. ونسأل الله عز وجل ذلك لبقية هذه الأمة، ونسأل الله عز وجل الخير للمجتمع الإنساني كله، أمين. وفعلا هذه الجزائر التي يعني يفتخر الإنسان بعنواء الانتماء إليها، ويرفع الإنسان هامته وشامته وحينما يقول أنا جزائري. وهذه الجزائر رغم ما يمكن أن تتعرض له من الصعوبات عبر التاريخ، ولكنها
ما من أزمة تمر عليها إلا وكان التوفيق حليفها في الخروج من تلك الأزمة. وإمام الجزائر وعلامتها وعلامتها ورمزها الشيخ سيدي عبد الرحمن الثعالبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقدس الله سره وروحه، استقرأ هذا العنفوان الجزائري وهذه الانتصارات الجزائرية من نصر إلى نصر، فقال إن الجزائر في أحوالها عجب، ولا يدوم بها للناس مكروه، ما حل عسر بها أو ضاق متسع إلا ويسر من الرحمن يتلوه. ومن ثم فالأمم كلها تتعرض للأزمات وتعرض للصعوبات، ولكن من الأمم من تستطيع أن تتجاوز ذلك، ومن الأمم من تخفق في ذلك. وقد عرفنا في التاريخ أمما قد اضمحلت وحضارات قد زالت وأنظمة قد بادت، ولكن هذه الجزائر ما تزال دائما جزائر في مفخرة لشعبها ولأبنائها وبناتها. وبدون ربما ديماغوجية كثيرة أذكر أن أحد العلماء المشارقة جاءوا إلى الجزائر في ملتقى علمي، هو الملتقى الدولي للمذهب المالكي الذي انتظم في ولاية عين الدفلة وإن شاء الله سيبقى منتظما بإذن الله تعالى. حينما قال كلمة باسم الضيوف الذين وفدوا على هذا الوطن الذي هو وطنهم كذلك، ختمها بعبارة قال فيها: وإذا كان للعرب في مشرقهم شبه جزيرة فإن لهم في مغربهم جزائر. وحقيقة يعني كانت كلمة معبرة، الجزائر بمعناها عن انتصارات كثيرة. فيعني قدم البيزنطيون والوندال والرومان، ونعم ربما بقوا في هذه الأرض مدة طويلة، ولكن سبحان الله رغم القرون المتعاقبة ولكن هذا الجزائري كان يرفضها. هذا كذلك العضو الذي يزرع في الجسم والجسم يرفضه لأنه جسم غريب، فكذلك ذلك الجسم رغم أنه كان مهيمنا ربما على الحياة العسكرية والحياة الاقتصادية والحياة السياسية، وكان له من النفوذ والقوة ما كان له، ولكن كان ثمة حصانة في هذا المجتمع جعلته ترفض كل تلك الوجودات وكانت تطردها مرة بعد مرة. ومن ثم فهو نصر إلى نصر، نصر من الانتصار على الرومان إلى الانتصار على الويندال إلى الانتصار على البيزنطيين، وتبقى الجزائر ملكا لأبنائها وبناتها. طيب، هذا الإنسان الجزائري جاءه ضيوف لاحظ فيهم أنه ليس فيهم سمة هؤلاء المستعمرين وهؤلاء المدمرين وهؤلاء المستخربين. نعم ربما في البداية يعني لأن التاريخ يعني كان يثبت بأن هؤلاء الوافدين لم يكونوا أحرارا، فلما اكتشف بأن هؤلاء الوافدين أحرار مثله، لأنه كي نقول الأمازيغ بمعنى الأحرار، وجاء هؤلاء وهم ربعيون في جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد بمعنى يدعون إلى الحرية، فانتصروا. ما هو هذا الانتصار؟ انتصروا في أنهم أدركوا الفرق بين الوافدين، وهذا يعتبر انتصار. فلما رأوا هؤلاء الوافدين لا يريدون أرضهم ولا يريدون خيراتهم، ولكن يريدون أن يتعاونوا من أجل الخير المشترك، فتقبلوا ذلك وأقبلوا على دين الله أفواجا، ثم انتصروا بعد ذلك حينما اعتنقوا هذا الدين ولم يتركوه لأنفسهم، فنشروه جنوبا في إفريقيا العميقة ونقلوه شمالا إلى
الأرض الأندلسي وشبه جزيرة إيبيريا، وصنع هؤلاء الأجداد حضارة من أعظم الحضارات التي عرفتها الإنسانية عبر التاريخ. وهذا أيضا يعتبر انتصارا، وهذا يعتبر انتصارا. أجدادنا أيضا انتصروا في المجالات المعرفية والمجالات العلمية، فتخرج من هذه الأرض العلماء والأفداد الذين أثروا علوما كثيرة، فأثروا علوم التفسير. فنجد أنه في الوقت الذي كان يكتب الإمام الطبري في المشرق تفسيره، كان أحد أجدادنا في بلاد الشاوية كان يكتب تفسيره، وهو الشيخ هود بن محكم الهواري. طيب، فهذا انتصار علمي يعني سابق، يعني لأن الإمام الطبري يقال عنه بأنه شيخ المفسرين، فكان ثمة شيخ للمفسرين في المشرق، وكان ثمة شيخ للمفسرين في المغرب، وهذا انتصار. وفي الوقت الذي لم يشرح فيه صحيح البخاري، يعني لم يشرح، كان أجدادنا ومنهم طبعا على رأسهم الإمام الداودي رحمه الله قد شرح صحيح البخاري في كتابه النصيحة، واستطاعت الجزائر أن تنتصر فتكتب أول شرح على أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى، فكانوا من السابقين في شرح أو أصح كتاب في على وجه الأرض، وكانوا من السباقين، بل السباقين على المطلق، في شرح ثاني كتاب صحيح على وجه هذه الأرض. ولهم كتابات كثيرة جدا، ولكنهم أتقنوا العلوم. وعرفنا من أجدادنا من تفوق في الطب وفي الرياضيات وفي الهندسة وفي الفلك وفي الزراعة وفي الهيئة كما يقال في الكيمياء وغير ذلك من العلوم التي تفوق فيها. وكانت بجاية والكثير من عواصم الجزائر عاصمة للعلوم، عاصمة للرياضيات وعاصمة للطب وعاصمة للفيزياء. وكان الإنسان حينما يأتي من أرجاء هذه المعمورة ويأخذ شهادته من جامعة من هذه الجامعات فيعتبر ذلك انتصارا عظيما له. ولهذا فإنها قد انتصرت حينما تعلمت العلم وحينما نقلت العلم للعالم ولم تحتكره لذاتها. طيب، والشواهد على البنايات والعمران شواهد عظيمة جدا، رغم أن الأيدي الهمجية للاستعمار الفرنسي أتت على الكثير من تلك الآثار فهدمتها وحطمتها وأبادتها وشوهتها وحولتها إلى أشياء لا ينبغي أن تتحول إليها تلك المعالم الرمزية. ولكن هذا هو الاستعمار الغبي كما يقال. إذن فهذه انتصارات كبيرة. الجزائر انتصرت مرة أخرى حينما دخل الاستعمار على حين غرة من أهلنا ومن أجدادنا، ولكن لم يستسلم أبدا المجتمع الجزائري لذلك الاستعمار، بل قاومه تلك المقاومة العسكرية على يد هؤلاء الرجال من أصحاب الثورات الشعبية التي قادتها الزوايا وقادها العلماء كما قادها من قبلهم جيش الطلبة الذي حرر مدينة وهران من استعمار الإسبار محمد بن عثمان الكبير، وجيش الطلبة يعني جيش خرج من الزوايا في الغرب الجزائري وهو الذي حرر الأرض وحافظ على العرض. جيش الطلبة بلغتنا شيخ. جيش الطلبة أنا أقدر أقول طلبة ثم أقول طلبة حتى يتوضح الأمر ربما لمن لا يدرك هذا المغزى وهذا المعنى. ولكن بعد أن توقفت ربما المقاومة العسكرية بقيت مقاومة أخرى، هي مقاومة علمية، مقاومة فكرية، مقاومة في لباسها، مقاومة في لغتها، مقاومة في المحافظة على اللغة العربية وحرفها، في المحافظة على القرآن الكريم، في المحافظة على اللسان العربي، في المحافظة على اللسان الأمازيغي. كل هذا محافظة على اللغة. وكما كان يقول لنا أستاذنا أستاذ عيسى ميغاري رحمه الله تعالى، انتصر الشعب الجزائري في أنه جمع بين
المقاومة العالمة والعلم المقاوم. فمقاومة الأمير عبد القادر والشيخ بوعمامة لالا فاطمة نسومر والشيخ بوزيان كلها مقاومات عالمة، لأنها خرجت من رحم مؤسسات علمية. ثم أيضا هناك العلم المقاوم، مثلا لجمعية العلماء المسلمين والزوايا التي كانت تعلم وتخوض، هذه علم مقاوم. ثم أيضا حتى برجال مفكرين، إذا رأينا واحد كما الشيخ بن شنب رحمه الله، الأستاذ الدكتور محمد بن أبي شنب الذي كان بروفيسور كبير في جامعة الجزائر وقتئذ، ولكنه كان بعلمه يحافظ على الشخصية الجزائرية ويدرس وهو بلباسه العربي الأصيل، وإذا حان وقت الصلاة فإنه يخرج للصلاة. يعني والشيخ مصطفى بالخوجة وغيرهم من عمر بن قدور وأبو اليقظان وعمر راسم، كل هؤلاء علماء مقاومون بعلمهم. فكان العلم عنوانا من عناوين الانتصار، بل انتصر شباب الجزائر حينما دعاهم واجب الوطن إلى أن يتركوا مقاعد الدراسة فتركوها، وحقق هذا انتصار كبير جدا لكي يثبتوا للعالم خلاف الدعوة الاستعمارية التي كانت تقول بأن هذه الثورة لم ينضم إليها إلا رعاع من الناس، فأظهرت النخبة أنها مع، طيب حقيقة هي محطات وإلا كل محطة هي سجل حافل. ثم إن الله عز وجل أراد أن يتوج تلك الانتصارات كلها بهذه الثورة التحريرية المباركة المجيدة التي ينبغي أن تكتب بأحرف من نور في سجل التاريخ البشري، واستطاعت أن تتوج كل ذلك العمل، العلم المقاوم والمقاومة المقاوم العالم، واستحضار معاني الحرية لدى هذا الشعب الحر الأمازيغي العربي المسلم، فانتصر على أكبر قوة استعمارية في ذلك الوقت، مؤيدة بقوة استعمارية كبيرة هي الحلف الأطلسي. حقيقة هذا ليس بالأمر السهل، وإذا كان ربما قد نطير شوية في هذا الشيء لأنه الموضوع كبير حقيقة، نستحضر قصة رمزية حقيقية ذكرها لنا شيخنا وبركة الجزائر وبركة الأمة كلها بل بركة العالم اليوم، هو شيخنا سيدي محمد طاهر تعلجت حفظه الله تعالى، أعطى مشهد رمزي قوي جدا في الانتصار. لأن الإنسان إذا عنده قوة وكذا وانتصر، طيب انتصرت خلاص، انتصرت لأنه عندك قوة، والواحد لا حول له ولا قوة وينتصر. الله، هذا هو يعني نصر من الله، نصر من الله وفتح قريب. يقال بأن واحد من الذين باعوا أنفسهم للاستعمار وكان يمشي في القرى والمداشر لكي يثبط الجزائريين من الثورة ومن جهاد الشعب الجزائري، قال لهم أنا أسألكم لو أن حجرة سقطت على، لو أن ضربنا حجرة ضربنا بها بيضة، من الذي سينكسر؟ قالوا البيضة هي التي تنكسر. وطبعا قالوا وعكسنا، لو أن بيضة ضربنا بها حجرة ما الذي سينكسر؟ قالوا نعم البيضة هي التي تنكسر. قالوا الله احنا شعب ضعيف مستعمر وليس لنا حول ولا قوة، احنا كالبيضة وهذا الاستعمار الفرنسي كالحجرة. قالهم يعني إذا ضربنا ننكسر، إذا ضربناه ننكسر كذلك، يثبطهم. ولكن قالوا لا، هذه البيضة ليس بيضة عادية، هذه بيضة هي الجزائر لا يمكن أن تنكسر، هي بيضاء وليست بيضة. قالوا لا احنا لا ننكسر. وفعلا فعلا هذه البيضة في نظره ضربت تلك الصخرة وانكسرت الصخرة ولم تنكسر البيضة. والتقى واحد من هؤلاء بذلك الرجل بعد الاستقلال، لا أدري أين التقاه، قالوا يا سي فلان، قالوا سبحان الله، قال له ما الذي انكسر البيضة ولا الحجرة؟ فهذا يعتبر أيضا انتصارا ونصرا. فحتى جاء يوم النصر وعيد النصر الذي كان إذانا بعيد الاستقلال واسترجاع الجزائر لسيادتها، استرجاع لسيادة واستمرار للوجود الجزائري العميق في التاريخ، العميق العميق
جدا في التاريخ. اليوم ينبغي أن نحافظ على هذه الانتصارات وأن نقوي هذه الانتصارات وأن نعزز هذه الانتصارات. فمثلا إذا كان الناس طلبت منهم الجزائر أن يموتوا من أجل أن تنتصر فماتوا من أجل أن تنتصر هذه الجزائر. اليوم ماذا تطلب منهم الجزائر؟ أن يحيوا من أجل أن تنتصر. فالآن إنسان يحيى من أجل أن ينتصر. تحيا الجزائر. تحيا الجزائر. فنحيا من أجل أن تحيا هذه الجزائر. كان الشيخ حمد حماني رحمه الله صح له بعضهم قالوا أنت كنت في وقت الاستعمار كنت شعلة متوقدة والآن أنت دائما تمشي بهدوء برزانة بكذا إلى. قالوا ما هو؟ قالوا من ذلك الوقت كنا نهدم دولة هي دولة الاستعمار واليوم نبني دولة هي دولة الاستقلال. الله. وشتان بين من يهدم دولة وبين من يبني دولة. فهذه البناء يحتاج إلى حكمة كبيرة جدا في كل المجالات. طيب ذكرنا هؤلاء الطلبة الذين هذاك الوقت الوطن يحتاج منهم أن يتركوا مقاعد الدراسة من أجل الوطن. صحيح. الآن ماذا يطلبوا منهم؟ يطلبوا من أن يحافظوا على مقاعد الدراسة من أجل الوطن، أن يثبتوا عليها، أن يثبتوا عليها وأن يتميزوا فيها وأن يعطوا القيمة المضافة فيها وأن يكونوا مشاريع علماء ومشاريع مفكرين ومشاريع مبدعين. هذه القناة الطيبة المباركة مع كل هذه الفضاء الإعلامي في الجزائر أيضا يعتبر شريكا في المحافظة على هذا الانتصار، في ترويج لهذا الانتصار، في الدعوة إلى الاستمرار على هذا الانتصار. والحمد لله العائلة الجزائرية تلتف حوله في الجزائر خارج الجزائر، بل عائلات أخرى من ليسوا جزائريين ولكنهم يتابعون هذا الفضاء. نسوق هذه الصورة وإن شاء الله تعالى سيكون يوم الجزائر خيرا من أمسها وسيكون غدها خيرا من يومها، وسنرى الخيرات والبركات تنهال على هذه الأرض أمنا واستقرارا ورخاء وسخاء وأمنا وإيمانا وسلما وإسلاما وتنمية، لكي يعني يسترجع هذا الوطن أمجاده ويستمر في انتصاراته من نصر إلى نصر إلى حتى نقول إذا جاء نصر الله والفتح إن شاء الله، فتوحات كبيرة إن شاء الله. يا ربي بارك الله فيكم صاحب الفضيلة شيخنا أستاذنا بروفيسور الدكتور محمد ويدير مشنان، أوقفتنا عند معاني عظيمة متعلقة بالجزائر بإذن الله من نصر إلى نصر. على بركة الله أيها الأفاضل نشرف استقبال المكالمات والاستماع للانشغالات في هذا الفضاء المبارك من برنامجكم هلا سألوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر. أهلا بكم وبانشغالاتكم، نسعد بأن نستمع إليكم وأن نتواصل معكم ونتواصل بالحق في إطار هذا الفضاء المبارك المخصص لانشغالاتكم، فأهلا بكم جميعا. على بركة الله منعم، من أين نبدأ في هذه السانحة المباركة؟ نسبتنا سي حواس. السلام عليكم. سلام ورحمة الله تعالى. سي أحمد مرحبا. سي الحواس السلام أخويا، مرحبا بكم والحمد لله كيبغيناكم أخويا. احنا اللي سعداء سي الحواس، مرحبا بك. ربي يهنيكم إن شاء الله جميعا ويهم شيوخنا كل إن شاء الله يا رب العالمين. آمين. أيوه تفضل. والله عندي الزوجة إن شاء الله مريضة لمدة 26 سنة. الله يجيب لها الشفاء. بديابيتي حبيت نسقسيكم ان شاء الله على اذا السمعة 26 سنة ما تصومش، هي بلانسولين 26 سنة هذه ما تصومش ونفدي عليها السمعة نسلك عليها. ايوا. ولكن السمعة شوية الدواء يعني حبيت نسقسي الشيخ يزيد يفسر لي شوية عليها واش هي الدعوة. واش تقصد شيخنا واضح؟ لا لا واش ما انت ماذا تسال؟ واش هو السؤال تاعك بالضبط؟ واش المشكل سي الحواس؟ نعم الامور الماديه والله واش تقصد؟ لا كاينين اخرين برك كاينين اللي يقولوا لك المده هذه طويله بزاف حتى ولو ما فديتش عليها ماشي مشكل. تتوقف على الفديه. يعني نعم
والله اذا كان يعني مازال نكمل نفدي يعني قداه حق الفديه نتاعها. واضح السي الحوت. نعم. عفوا. بارك الله فيك. الله يبارك فيك السي الحوت، سعداء بك وبانشغالك. شكرا. من باتنا الى اين؟ ناس مسيله اختنا زهراء. الو. مرحبا بك سيده فاطمه الزهراء. السلام عليكم، عندي سؤالين خويا. السلام عليكم، ربي ينصركم، ربي يحفظكم، ربي ان شاء الله يسع علينا وعليكم يا ربي. يا ربي سيده فاطمه الزهراء تفضلي. عندي سؤال، عندي انا ملي كنت شويه صغيره في السبعينات هكذا ولا الثمانينات، عندي قطه يعني. ايوه. هي تما كانت عايشه هنايا وولدي ولدت جابت ثلاثة، أنا كنت مانيش عارفة يعني شوية عندي جهال شوية بكري ما نعرفش. مالا في الليل ديك عندي ولدي صغير، قلت له دي ذوك القطوط الصغار حطهم هي وخليني. ركزت عليا. أيوة. مالا كي قالت هذيك القطة تعلقت على ولادها تحيرت أنا بها حايرة صباح بكري، قلت أنا لولدي رحت عليهم جهن ما كانش. ما هو الحكم خويا؟ تراك شوف هذا كيفاه تراك كيفاه ندير؟ راني متحيره يعني استغفرت وشهدت بالصح ومانيش عارفه كيفاه ندير. وكي رحتي ما لقيتيهمش الاولاد؟ ما لقيناهمش. اي طبعا. يعني دارت عنهم عيطت كانها ام يعني مرا راها تعيط على اولادها. بالصح انا بعد حايره يعني كيفاه ندير خويا؟ ان شاء الله الحاجه فاطمه الزهراء. عندي سؤال اخر خويا. تفضلي الحاجه فاطمه الزهراء. ما انا يا عندي كيما نقولوا عندي واحد الشهرين والله ماتت واحد الطفله صغيره تطلع عمرها 11 سنه. الله يرحمها. يعني انا يا هذيك هي نيتي وراح معايا ولدت لك فيها كيف قالوا لي واحد روحي غصبيها يعني. ايوه. ما لا دخل معايا المقتل اخويا يعني هو ما شافهاش يعني كب عليا الماء صح وطهارتها يعني وكب عليا الماء بصح ما شافهاش يعني فاطرتها طفله صغيره يعني. ما هيش كبيرة قامودة 11 عام والله. أيوة. يعني هذه راني شوية كان شوية محيرتني. أيوة. هذه يا خويا هاي بلا مان وما هو الحكم هذا وخلاص هاي. السلام عليكم. الله يسلمك سيدة فاطمة الزهراء. صح. يجاوبنا شيخنا. ربي بلغنا رمضان إن شاء الله. يا ربي. يا ربي سيدة فاطمة الزهراء. صح. مرحبا. ناس معسكر أختنا نادية. السلام عليكم كرك اخ احمد. مرحبا بك اخت ناديه. مرحبا بك تفضلي. لا اخ احمد انا عندي ولدي مازال راه يتخمر في هذا الشهر المفضل راه يتخمر مازال انت في هذا الشهر يتخمر طربوا له بالهدايه الله يخليك. شكون هذه؟ رايش مازال راه يتخمر مازال اني يتخدر متخدرات ويشرب الخمر في هذا الشهر المعظم من فضلك الدعاء راني مريضه منه راني مريضه ان شاء الله يا ربي الله يهدي ذا ويهديه. وانا اللي باغي نروح العمره واني مريضه الله يخليك دعوا لي بالدعاء بالشفاء ان شاء الله. عاجل يا ربي يا ربي يا ربي ان شاء الله يا وجميع المسلمين ان شاء الله. طبوا لي وليداتي الاخ كاع راه متغربين كاع راه متغربين اخ احمد كاع راه مغبونين راه متشردين بالشارع. الله يجيب الخير الله يجيب. امين يا رب العالمين. رمضان كريم احمد ولدي رمضان كريم كل عام وانتم بخير. الله يبارك فيك سيدنا نادي. اي الدعاء من فضلك الدعاء ندعو لبعضنا ان شاء الله. الله يهدي ما خلق سبحانه الله يهدينا جميعا ان شاء الله. شكرا سيده ناديه معسكر الله يبارك فيك. الى قسنطينه سيده ام ايمن. السلام عليكم. وعليكم السلام سيده ام ايمن. مرحبا. مساء الخير ابني احمد. مساء النور سيدتي. مرحبا بك سيده ام ايمن. سلام على الشيخ وشيوخنا الكرام كله جزاكم الله خيرا. الله يحفظك استاذنا. على هذه الحصه ان شاء الله ربي يحفظكم ومنورينا ونستفيدوا منكم وطالعنا على اشياء كثيره يعني فادتنا في حياتنا. لكم كل الجزاء والشكر. الله يبارك فيكم سيده ام ايمن. مرحبا تفضلي. عايشك. شوف وليدي احمد انا مؤخرا سمعت قالوا لي ان كنت على علم ان قراءة آية الكرسي دور كل صلاتين هي في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. قراءة آية الكرسي وين سيدي؟ آية الكرسي. أيوه. بعد كل صلاة. بعد كل صلاة، أيوه. نعم. ومؤخرا والله يعني قالت لي أختي أني سمعت في التلفزيون قالوا ما تقراوش آية الكرسي بعد صلاة المغرب. واضح. فقط هذا هو الشيء اللي خيرني أنايا. أنا ما عنديش معلومة على هذا
ان شاء الله ربي يعلمنا. نعم يجاوبنا الشيخ ان شاء الله. اي وسيله ان شاء الله تعيش وليدي احمد. فقط اريد من فضلكم رقم الشيخ سعيد بوزيد. طيب خليك ما تقطعيش لانه سي عبد المنعم راهو في التنسيق ان شاء الله. نعم. يبلغك السؤال رقم الشيخ سعيد. شكرا وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا انتم وكل شيوخ، وبلغنا الله رمضان ان شاء الله واياكم وكل المسلمين ان شاء الله بخير وامان ان شاء الله. ان شاء الله سيده ام ايمن وبارك الله فيكم. صح. والتحيه لقسنطينه كلها ان شاء الله. من قسنطينه الى اين اخيرا؟ ايوه من تلمسان الحاجه بريكسي. حاجه سلام يا الراجل الزين يخليك متين انت وامه سيدنا محمد اجمعين يا ربي جميعا ان شاء الله. الحاجه ربي يبارك فيك. اذاعه القران كاع كيما راكم من الحارس الى المدير. الله يبارك فيك سيده الحاجه الله ينور. والله تبارك الله على الجماعه اللي راكم مجمعينها انت وخويا وولدي. الله يبارك فيك الله يبارك فيك. يا ولدي عندي واحد جوج سؤال محيريني. ان شاء الله تفضلي سيده. هذا غير اليوم سمعتها قال لك ماشي واجب علينا صح كاع زياره المقابر. ماهوش واجب زيارة المقابر. واه والسؤال الزاوج خليني برك نعرف سيدة بريكسي وأم سيدنا محمد اللي راها فرحانة لشهر رمضان وهذا شهر شعبان نرفدوا كفوفنا لله ونطلبوا السترة والغفران من كثرة من هاد الناس تاع صحاب قيل وقال. بركانة راهم القلوب نضروا واللي يسمع شي حاجة يصمت عليها على خاطر هذا قيل وقال راه يضر القلوب. ما هما القايلين إلا قالوا بقوالهم ما هموني ولا صفيت مع ربي حسناتهم يفيدوني. والله يعاونكم ويقدركم ودعيوا لي إن شاء الله لي والأمة محمد الصبر الصبر حتى نمشي للقبر. يا هذا هو سؤالي وربي يحفظكم ويعاونكم ويقدركم أولادي. الله يبارك فيك سيدي الحاجة بريكسي. شكرا جزيلا يعطيك الصحة على السؤال شكلا وبمضمون شكلا ومضمونا لأنه هذا سؤال حكماء. احنا دائما الكبارات من امهاتنا وجداتنا لما يطرح سؤال ولا انشغال والله يعطيك حكمه يعطيها لك شكلا ومضمونا فربي يبارك فيك. اخيرا شكون من ام البواقي؟ السلام ورحمه الله. من معنا اخت زينب؟ لا باس ان شاء الله. تسمح لنا سيده زينب ممكن كان فيه نوع من الرداء في الاتصال. مرحبا بك وبانشغالاتك الله يعلمنا منكم جميعا. هلا سالوا عبر خامسة القرآن الكريم من الجزائر برنامجكم اليومي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. بارك الله فيكم وفي ثقتكم في الذكرى 14 من قناة القرآن الكريم الجزائرية. ربي يجعلكم دائما نورا وذخرا وفخرا لهذه القناة وأطال الله في أعمار شيوخنا ويعطيهم الصحة والعافية وربي يقويهم على تعليمنا. شيخنا محمد يدير على بركة الله باتنا نعم. المفتتح نعم. ومنها أختنا أخونا حواس. سي الحواس الزوجة لمدة 26 سنة مريضة بالسكري وعلى عادته يخرج الفدية على الزوجة. عفوا كاين اللي قال له يودي هذا 26 سنة هذا مرض مزمن وخلاص وترفع عليك الفدية. فسي الحواس يسأل هل أتوقف عن إخراج الفدوى فدية وربي يشفي الزوج؟ نعم احنا شو نقول ما توقفش. أيوة إكراما لزوجتك أولا. أيوة تصور الآن بعد 26 سنة احنا نطلبوا ربي الشفاء وهي كانت تخرج الفدية فدية ما ذاك توقف. ممكن جدا غير هالحال. صح تقول هذا زوجي تخلى عليا وهذه معاني هذه معاني مهمة جدا في العلاقات الزوجية بعد كل هذا العمر هذا يعني. الله إيه؟ جعل بينكم مودة ورحمة ولهذا ما توقفش. ما باش نقول لك من باب الوجوب من باب حسن العلاقة الزوجية. الله من باب ولا تنسوا الفضل بينكم. الله من باب وجعل بينكم مودة ورحمة. الله لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه معاني كبيرة هذه لا ينبغي أن نغفل عنها. تصور انت واحد يعودك على حاجة وبعدك يقطع عليك ثم معليش نذكروك الحكم تاع الفدية. الله هذا حبينا نتكلموا في الفدية في جانبها الأخلاقي في جانبها القيمي في جانبها هذه العلاقة الروحية القوية جدا بينك وبين زوجتك. ولكن الفدية في حد ذاتها هي ليست واجبة. نعم الإنسان إذا كان
عاجزا عن الصيام في مرض مزمن يستحب له أنه يخرج الفدية. لماذا ربي استحب له ذلك؟ حتى ما يفوتوش أجر الصيام. الله الله. يفوتوش، وهذا هو القصد. وإلا القاعدة تقول إذا أخذ الله ما وهب أسقط ما أوجب. أعطاك ربي الصحة ووجب عليك الصيام، راحت الصحة يروح عليك واجب الصيام. الله الله. ولكن فضل الله ما يروحش، قد يسقط الوجوب ولكن لا يسقط الفضل. الله. فضل الله لا يسقط، فضل الله، فضل الله يعني على الناس جميعا ما يسقطش. كيفاش هذا الفضل؟ قال لك اللي فطر صائما كان له أجر الصائم غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. فالإنسان لما يخرج الفدية بنية إفطار الصائم، علاش تعطيه ولو شرها واحد أخرى، ولكن تدخل في الإفطار، تدخل في الإفطار. فخلاص فهذيك لما تخرج الفدية عن زوجتك معنى أنت تحرص على أنه لا يفوتها أجر الصيام. ما شاء الله. وقل زوجتك قل أنا نخرج، نبقى دائما نخرج الفدية ولو لم تكن واجبة، لأنه أنا حابين باش تدي الأجر وندي الأجر، وكما تلقينا في الدنيا زيدوا نتلقاو في الآخرة إن شاء الله. يا رب يا رب. هكذا إذن هذا هو الشيء اللي نقوله. الله يجازيك بالخير شيخنا، الله يعلمنا نعم. منكم وربي يجازيك بالخير. هذا إجابة سي الحواس من باتنا. سيدة فاطمة الزهرة من مسيلة كانت صغيرة في التسعينات في السبعينات تقول، وأنجبت قطتها ثلاثة قطيطات فبعدتهم بعيدا ظنا منها أن تتخلص منهم، مش قادرة تربيهم. فقالت أنني شعرت بأن القطة قد بكت بكاء حارا على أولادها، فأرسلت ولدها ليسترد القطط الصغيرة فلم يجدها، فماذا عن فعلها يوم ذاك؟ تستغفر الله. أيوة. تستغفر الله. كل حال هي ماهيش ما تدخلش في هذيك المرأة اللي حكى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة. لأنه الناس كامل تستحضروا هذاك المعنى أكيد. دخلت النار في قطة. ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم بين، قال لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، معناها حبستها وجوعتها، هذا هو الإشكال. أما أنت ديتيهم، لأنه هذاك القطة تصوروا كان زادوا في الفراغ هكذا، يعني أنت ماكش مسؤولة عليهم بالدرجة الأولى، ولكن ربما أنت تأثرتي بهذيك القطة اللي فقدت أولادها في هذيك اللحظة، وربما معاني تستحضريها إلى اليوم، ورغم مرور شحال المرور، إذا قلنا في السبعينيات معناها قريب 50 سنة، يعني إذا يعني فمدة كبيرة. الله يبقى ما ذاك، سبحان الله، يبقى الأثر، هذاك الشعور قوي جدا. فنقول استغفر يا ربي وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. إنسان يدير حسنات في القطط ولا في غير القطط. أيوة. هكذا يا الحمام. نعم. في كل كبد رطبة أجر. الله. هذا هو، وهذا هو اللي إن شاء الله يصلح حوالنا وحوالنا جميعا، وحوالكم وحوالنا جميعا إن شاء الله. إن شاء الله شيخنا. فلا بأس، يعني هي ما إيش داخلة في هذه المرأة اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. نعم. الله يبارك فيك. تقصد الحجة فاطمة الزهرة في تغسيلي البوتة، وقد قبل شهرين تقول طفلة صغيرة 11 سنة غسلتها ومعها ولد صغير كان بجنبها، تقول لم يرها لكنني شعرت بالذنب أن اصطحبته إلى هذا العمل، فما قولكم؟ هو ثاني صغير يعني في حدود 10 سنين. ولو كان المفروض ما تدخلوش. نعم. لأنه مش فقط ذات يرى لا يرى، لأنه هذا الميت هذا في غسله كاين أسرار الإنسان يحافظ عليها. أيوة. وهذا الطفل يعني يقدر يحافظ على السر، يقدر ما يحافظش على السر، تقولي ما شافش، يقدر يشوف، يقدر ما يشوفش، ولكن هذه خلاص تلك أمة قد خلت، هذا مر. ولكن فيما يستقبل من الأيام كي تجيكم هكذا غسلوها أنتم منسى بينتكم، ويغسلوها أيضا الناس اللي المؤتمنون والمؤتمنات، وعندك أجر إن شاء الله. إن شاء عندك الله. أجر فلا بأس إن شاء الله تعالى، لا بأس يعني، ولكن هذه خلاص مرت هذه، ولا يتكرر مثل هذا في المستقبل إن شاء الله. إن شاء الله يا رب العالمين. الله يبارك فيك وإنك إن شاء الله. أختنا نادية شيخنا من معسكر
نعم تطلب منكم الدعاء وهي ترى بين عينيها تقول كاين انحرافات من الأولاد داخل الدار وتطلب منكم الدعاء الأولاد الدعاء لها أيضا بالشفاء باش تقدر تكون قادرة تروح للبقاع المقدسة ويجمعها ربي بولادها اللي تفرقت بهم السبل وبعضهم حتى يعني في الشارع إلى غير ذلك. شيخنا يعني السؤال مداره هو الدعاء تاع السيدة نادية ماسكر. الله ربي علمنا نقول وأصلح لي في ذريتي سبحان أمين. الله يعني الدعاء لما يذكر ربي في القرآن معناها دعاء داخل بقوة في عمق النفس الإنسانية. فإن شاء الله ربي يصلح لك وليداتك إن شاء الله ربي يصلحهم. اللي مبتلى بالخمر ولا المخدرات ربي يعافيه. أمين. اللي راهو في الغربة متمرمد ربي يعني يحسن أوضاعه. أمين. وإن شاء الله يعود يولي الأرض وطنه. أمين. ويلتقي بأحضان أمه إن شاء الله. أمين. وتعود هذيك ويجمع الله بينكما بينكم بعد هذا الفراق. أمين. والحقيقة فعلا الإنسان حقيقة يستحضر هذا الألم الذي يعتصر قلب هذه الأم سبحان الله. ربي إن شاء الله يقويها ويحفظ لها وليداتها إن شاء الله ويصلحهم يا رب العالمين. يا ربي شيخنا ربي يبارك فيك وهنيك إن شاء الله وربي كل من يسمع يأمن إن شاء الله وربي يرفع ما بها سيدة نادية. نعم. إلى قسنطينة ومنها السيدة أم أيمن تقول قيل لها مؤخرا أن قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة يعني كانت تقرأها لكن قيل لها مؤخرا أن لا تقرأ بعد صلاة المغرب وهو أمر قد حيرها. لا تقرأها بعد المغرب تقرأها وقتاش حبت تقرأها وما تقرأهاش وقتاش ما يعني. فالأذكار والأدعية ليست توقيفية بمعنى ما كاش كذا تجيب صورة كذا بعد صلاة العصر والأخرى بعد قبل صلاة الظهر والأخرى لا ما كاش. الذكر ليس توقيفيا. أيوة. الذكر توفيقي. الله. كأن التوقيف شو معنى التوقيف؟ معنى محدد لا تجتهد فيه. والتوفيق هو الحاجة اللي يوفقك ربي عز وجل لها. فإذا قريتها بعد صلاة المغرب فمليح، إذا قريتها بعد في العصر وما قريتهاش بعد المغرب لا بأس. ربما نلاحظ أخرى تعكسي، تقرأيها في المغرب وما تقرأيها في العصر لا بأس، تقرأيها في كل الصلوات لا بأس إن شاء الله. آية الكرسي من الآيات المباركات التي وردت في فضلها يعني أفضال كثيرة جدا. قرأيها يا سيدتي، وإذا ما قريتها أيضا لا بأس عليك يعني ربما تستدركين فلا بأس إن شاء الله لا بأس. قرأيها في أي وقت تشائين. الذكر مفتوح، إنسان يذكر الله في كل وقت وحين بما فتح الله عز وجل عليه من الأذكار. الله. أي نعم. الله يبارك فيك شيخنا وأحسن الله إليك. طبعا إن شاء الله زميل أبو عبد المنعم قد بلغكم رقم الشيخ سعيد بويجري سيدة أم أيمن إلى تلمسان ومنها الحاجة بريكسي تقول بأن سمعت بأن زيارة المقابر ليست واجبة. نعم ليست واجبة. نعم. ولكن زيارة المقابر مباحة. أيوة. مباحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها فإنها تذكر بالآخرة. اللهم صل على الله. فالأمر كان قاعدة في أصول الفقه تقول الأمر بعد النهي، إذا ورد الأمر بعد النهي هذاك لا يفيد الوجوب حتما، ولكن يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل النهي. ربي عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ثم يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. هذا الأمر الانتشار في الأرض جاء بعد النهي. طيب النهي عن البيع وقت صلاة الجمعة. الآن هذاك الأمر هل معناها البيع والشراء معناها واجب بعد الجمعة؟ لا، هو يعود إلى ما كان عليه قبل الجمعة. قبل الجمعة كان مباحا ثم منع من أجل الجمعة ثم أمر به. وش معنى؟ معناها الشيء الذي منعته عنكم خلاص الآن صار مباحا في حقكم. نفس الشيء كانت زيارة القبور مباحة
ثم نهى عنها الشرع مدة معينة لحكمة معينة ثم أمر بها. هذاك الأمر ليس للوجوب ولكنه للإباحة، حبي قلنا خلاص هذاك الشيء الذي كان ممنوعا لم يعد ممنوعا، إذن فهو مباح ويباح بقدر الحاجة والاستطاعة والظرف. ولكن كان حاجة منهي عنها وكثرة الزيارة، كثرة المبالغة في الزيارة كثرة، ربما واحد يروح يزور ويتصرف تصرفات ماهيش مليحة يعني في المقبرة، هذا أيضا ميس. ولكن واحد يروح يزور قل كان نحب نروح نزور المقبرة من أجل الترحم، لأنه ذاك الوقت نستحضر ونرحم على والدي وعلى الناس هذو اللي فقدتهم، ووجودي في المقبرة يذكرني بالدعاء أكثر من أي شيء آخر. معليش قال نروح للمقبرة كما قال فإنها تذكر بالآخرة، صحيح أنا نذكر نفسي قبل ما ندعو لغيري، هذا لا بأس إنسان يأخذ رغم أنه مباح، ولكن هذه النية يدي عليها الإنسان الأجر، ولكن زيارة المقابر ليست من الواجبات. الله ينورك، نعم. ولكنها من المباحات، نعم. الله ينورك شيخنا. أشارت السيدة الحاجة بريكسي بكثير من الحرقة إلى القيل والقال، وتدعو الله سبحانه وتعالى بمناسبة رمضان وبمناسبة العواشر أنه يهدينا جميعا ويعطينا السر والستر. ووقفة منكم شيخنا على مسألة القيل والقال، لأنه يبدو أنها تضررت إلى درجة أن طلبت منكم الدعاء لها بالصبر. نعم فعلا هذا القيل والقال هذا من المناهي اللفظية كما يقال. أيوة. ربي عز وجل قال يا الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تنبذوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. هذه كلها ألفاظ، هذه كلها دخلها في القيل والقال، لأن الغيبة قيل وقال والنميمة قيل وقال والسخرية من الناس قيل وقال، هذه كلها تدخل في القيل والقال. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال ونهاكم عن ثلاث، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. اللهم صل على سيدنا رسول الله. قيل وقاله وكثرة السؤال، يقدر يكون سؤال بالكلام ويقدر يكون سؤال بغير ذلك. فتقريبا نصف المنهيات كلها تتعلق بالقيل والقال بالكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. واحد سقساه عن شيء يحفظه ويقربه من الجنة ويبعده عن النار أو كذا، قالوا أمسك عليك لسانك. الله. طيب هذا هو وسبحان الله العظيم، القيل والقال هذا إنسان يدخل في متاهات صعبة جدا. صحيح. في متاهات صعبة، والله صعب باش يتخلص منها. صحيح. صعب لأنه اغتبت في فلان، طيب ربما تنسى كامل باللي اغتبته وأثره يبقى. والآن أنت ما تقدرش حتى تطلب منه سمح لأنك نسيت باللي اغتبته، ولكن ربي لا ينسى سبحانه لا إله، وتسجل ذلك وراح يلقاك يوم القيامة ويقتص منك. طيب تغتبت فلان وتذكرت ولكن هو مات، ما تقدرش تطلب منه سمح، وغاب ما تقدرش تطلب منه سمح، صعب كيفاش يسامح كيفاش يدير. قيل وقال في شخص تذكرته وموش غايب وموش ميت ورحت له قالك ما نسمحش، لا حول ولا قوة الا بالله، معنى الاحتمالات تاع عدم العفو اكثر من احتمالات العفو. اي نعم. ولهذا لماذا الانسان يضع نفسه في هذا الخطر، خطر محدق. ولهذا الانسان ينزه لسانه كما ينزه جوارحه وكذلك ينزه حتى قلبه. صحيح. نحو الناس، واحد يشوف الناس يتكبر عليهم، طيب هذه أيضا معصية كبيرة، هذا الكبر والعجب، وهذا أيضا هذا التكبر هذا شيء كبير جدا. يعني الناس معصومة في أعراضها في أموالها في أنفسها، فلا ينبغي أن نتعرض للناس في. ثم الإنسان يحاول ما دامنا داخلين على شهر فضيل
كما تفضلت أستاذنا الدكتور أحمد، هو الإنسان يحاول أنه يدير برنامج لعمره. الإنسان يقدر يدير برنامج باش يقرأ القرآن، يختم القرآن، هذا برنامج يمكن تحقيقه، نقدر نقولك بسهولة. صحيح. يعطي فقط نصف ساعة في اليوم يقدر يدير هادشي. ولكن لو كان واحد يدير برنامج آخر، يقول أنا في رمضان هدايا نحبس القيل والقال. الله. برنامج ساعة رمضان. مربح. مربح، وكان واحد يديرها وينجح فيها والله على بالك، يعني حقيقة دار شيء كبير جدا. صوم وصومان. أي نعم، يصوم يصوم لسانه عن هذا يعني. وثم قال أنا ماشي في رمضان، قال أنا لا، أنا سأتخذ من رمضان محطة انطلاق. الله. ثم أقلع عن القيل والقال فيما بقي من رمضان، فيما بقي من العمر إن شاء الله تعالى. شاء الله. برنامج، هذا برنامج إنسان. نعم، برنامج ربما صعب التحقيق، إذا ما حققتش 100% حقه 50%، حقه 70%، حقه 10%، حقق، المهم حقق شيئا. إني نذرت للرحمن إني صوما فلن أكلم اليوم هذا، فلن أكلم على اليوم إنسيا على على يعني على إنسيا على إنسان بعد اليوم هذا. فهذا هو الإنسان، يجتهد في أن يمسك عليه لسانه. أمسك عليك لسانك. سيدنا أبو بكر وما أدراك، يشد لسانه يقول له أنت الذي أوردتني الموارد. لا إله إلا الله. واحد صحابي قال له أو نحاسب على فضول كلامنا؟ قال وهل يكب الناس في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ الله. يا صاحبي هذا خطير، هذا اللسان هذا. الله يحفظنا ويحفظها إن شاء الله. أمين شيخنا، بارك الله فيكم شيخنا وحسن الله إليكم. في السبع دقائق المتبقية من هذا المجلس المبارك، نعم، كنا تحدثنا عن الجزائر التي كتب الله عليها أن تعيش إن شاء الله مجدها من نصر إلى نصر. ملخص هذه الأفكار شيخنا، وأعرف أنها طويلة، باللغة الأمازيغية تعميما للفائدة، تفضلوا. شكرا دكتور أحمد. ولعله من الانتصارات في الجزائر أنها استطاعت أنها تمتلك وتكتسب اللغة العربية ولا تتنازل عن اللغة الأمازيغية. نعم، الله يبارك. وهذا حقيقة ويذ الحاجة تسمى قرانس، يعني حقيقة جدودنا يوفقهن ربي وتنغيون المستوى سعان اللغة نسن اللغة الجدود ثمازيغ، فثمازيغ ثيو تجينارا مازال مازال زق الجزائر، والحمد لله تسان قد دستور تسان القراية تسان كل منطق. فمعنى ذلك تجديث ورسمحنا رزق، ولكن ضغن جدودنا ورسمحنا رقق تعربت، لأن اللغة القرآن العظيم، وإذا غنضي الانتصار ضم القرآن. وسبحان أقلاق الحصة يقوشين لك قهلا سألو نهضرد استعربت اللغة القرآن العظيم، ولكن هالدرد غنسق بيليت اللغة الجدود، وإذا غنض الانتصار يعني. الحمد لله ربي عز وجل يجعل غد نزمر النهضر استعربت النغ نزمر النهضر سق بيليت النهضة نزمر النهضر سمازيغت النغ ونشتهي ضد الفضل دم القران. والحمد لله لا تمازيغت النغ وتقبيل الدين النغ ولا ديننا ويقبل لا ثمازيغتنا مقابل، يعني ويقبل ويقبل ويا. ولكن الا يون الانتصار الحمد لله الشعب النغ الحمد لله، هي حاجه ربما قليل الشعوب يقوطن غير المستوي. سبحان الله التاريخ الجزائر لا نكره دي مازيغن، يعني الاصول الجدود النغ دي مازيغن قل نضع عربا، معنى يعني يقول لسان سن هضر انت تعرف من حيوا شو باش تفهم القران العظيم، باش نهني نتفهم القران العظيم. والعكس الا ندغن ضعرب اش من دغت مورثيه، خصوصا الدريا وشبيح النبي صلى الله عليه وسلم يقارن الاشراف المرابطين ويد الناطن ندغن ديوسان ويند الاسلام، لا ندعرب قل ند القبائل قل ندي مازيغ ايوا شو باش تفهم الاسلام يون المثعرف باش يدي فهم الاسلام ويط يفهم تقبيليت باش يدي السفهم الاسلام
واحد تعلم العربية من أجل أن يفهم الإسلام، واحد تعلم الأمازيغية من أجل أن يفهم الإسلام. وهذا شيء عظيم جدا، هذا انتصار. والحمد لله الجدود ديما غس دسعون كران الصعوبة التاريخ، إلا الاستعمار، إلا الخيق، إلا المجاعة، إلا الظروف قعرا، ولكن ديما يعني ربنا ينصره أقبل الإسلام وبعد الإسلام. فخلال الاستعمار قعدان البيزنطيون الويندان الرومان ويكيثوا هني قبل الشعب النغ أبدا غاس طول ثغي مهدية، ولكن قلع مرثون قبل الجدود النغ أوقثيون فانا بريد أهن طرفا وطرفا تنت فعلا. فوي ذا الانتصار ناد بلي شعب النغ انتصر يقزمار ذي فرق يار المستعمر ذي الفاتح قال وين الديوين الخير وين الديوين الشر، قال وين قنوان ثواغيث وين قنوان المصلح. فسبحان الله فرقنا كيزران باللي وإذا كني مزوراني ثواغيث يبغان المصلحة نسني بغان زران وين أنا قدوية ماشي ثواغيث ويا تحوي سند في المصلحة النغوكي تقبل أنت. وبعدك قبل الإسلام فنجحا انتصرا، ولكن دغان صوتا الإسلام صوتا صغ الشمال صوتا صغ الجنوب صوتا صغ أفريقيا صوتا صغ أوروبا. وسبحان الله العظيم كونن ديوث الحضارة تسام قران تسق الأندلس تسق إسبانيا تسق البرتغال تسق أوروبا وكيث ذي الجدود نغيق خدمنا نشتية وإذا الانتصار دغان دم قران. ودغان لان خلال الانتصار قل العلوم سواء العلوم الدين سواء العلوم الدنيث. فالجدود النغ نهني من الأوائل يفسر القرآن العظيم الجدود النغ قم زورا وكذي يفسر السنة وشبيح النبي صلى الله عليه وسلم ذا الجدود النغ داغن قل عمران قوين يخدم من الزراعة الصناعة قتلوا فيه كثم بعدك الانتصار من القرآن يعني التاريخ القروية من تصرف فرنسا في الاستعمار الفرنسي ونراد والآن الحمد لله لازم نواصل أني خذ من الجدود النغ وأني دون قصة إن شاء الله. إن شاء الله رب العالم. شيخنا أستاذنا البروفيسور الدكتور محمد يدير مشتان، شكرا جزيلا لك على ما تفضلت به في هذا اللقاء. حفظ الله الجزائر أرضها وسماءها واستقرارها واستمرارها، والسلام عليكم. وعليكم السلام.